اهلا بحضراتكم من جديد. معنا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. نبتدي على طول نشرتنا الرياضيه بالاخبار المحليه والجهاز الفني لفريق نادي الزمالك اللي هيسافر النهارده مع فريق الزمالك للاسكندريه للانتظام في معسكر مغلق، وده استعدادا لمواجهه الاتحاد في بطوله الدوري الممتاز، وكمان عشان يخوضوا التدريبات الختاميه. أما بقى فريق النادي الأهلي استأنف تدريباته امبارح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادا لمباراة المصري اللي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي على استاد برج العرب في الإسكندرية في إطار منافسات الجولة 13 في بطولة الدوري الممتاز. التمرين بتاع الأهلي ظهرت فيه الصفقات الجديدة. أما بقى نتحول عالميا، وفريق ألانيا سبور المحترف فيه احمد حسن كوكا اللي فاز على طرابزون سبور المحترف فيه الدولي المصري محمود تريزيجيه بنتيجه 5-0 خلال فعاليات المباراه اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن منافسات الجوله 18 من بطوله الدوري التركي الممتاز. منتخب العراقي حقق فوز على منتخب السعودية بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب البصرة الدولي، وده في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. أحمد بايش سجل هدف التقدم لصالح منتخب العراق في الدقيقة 30 من المباراة، وأسو رستم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 86 من اللقاء. ومنتخب عمان حقق الفوز على منتخب اليمن بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. ثلاثية منتخب عمان سجلها محمد صالح المسلمي بالخطأ في مرمى وأرشد العلوي وعصام الصبحي، أما أهداف منتخب اليمن فسجلها عبد الواسع المطري من ضربة جزاء وعمر الداحل. الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي تعيين روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا مدرب للمنتخب البرتغالي خلفا لفرناندو سانتوس. وأصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيان على موقعه الرسمي كشف فيه عن تولي مارتينيز القيادة الفنية للمنتخب لغاية عام 2026. توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا أعلن عن موقفه النهائي من الاعتزال الدولي بعد تلميحه الأخير، وقال أنا اتأثرت بعد مباراة كوستاريكا، كانت لحظة حزينة، فكرت فعلا في الاعتزال واتكلمت مع هانس فليك مدرب ألمانيا وأكد أني طالما كنت لاعب محترف وهكون متاح دايما لمنتخب بلادي. خلينا بقى نشوف النجم الويلزي جارث بيل لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق اللي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي. وجارث قال على صفحته على موقع تويتر بعد دراسة متأنية ومدروسة بعلن اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي والأندية، أشعر بإني محظوظ للغاية لإني حققت حلمي في ممارسة الرياضة اللي كنت بحبها ومنحتني بعضها من أفضل لحظات حياتي على مدار 17 موسم، وهيكون من الصعب تكرارها بغض النظر عن اللي بيخبيه ليا المستقبل. رودي غارسيا مدرب النصر السعودي قال رونالدو هيغيب عن مباراة الشباب في الدوري السبت اللي جاي بسبب عقوبة الإيقاف، وهيلعب لأول مرة رسميا ضد الاتفاق يوم 22 يناير، وقال كمان إن ظهور رونالدو الأول مش هيكون بقميص النصر ولكن هيكون بقميص مختلط بين الهلال والنصر في المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير في السعودية. احنا كده نشرتنا الرياضية خلصت لكن لسه فقراتنا مكملة، خلينا على طول نرجع لجمانة والشاذلي نشوف معهم باقي فقراتنا في صباح الخير. اتفضل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.